أهلاً وسهلاً متابعي قناة سيف وولف. السلام عليكم جميعاً، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. سنتحدث اليوم عن واحد من أغرب الأماكن في البلاد التونسية، ألا وهو قبر الفتاة الموجود في قمة جبل زغوان التابع لولاية زغوان. هذا المكان الذي يطلق عليه اسم قبر الصبية في جبل زغوان، تحيط بهذا المكان العديد من الحكايات والأساطير الشعبية التي سنتعرف عليها من خلال هذا الفيديو. وقبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك ودعونا نبدأ. شكرا لكم جميعا. في شمال البلاد التونسية وتحديدا في ولاية زغوان بمنطقة الدير في جبل ولاية زغوان، هناك مكان مثير للحيرة والغموض يتمثل في قبر يقال أنه قبر فتاة يتواجد في قمة الجبل. وإن سألت الأهالي المتواجدين على مقربة من هذا المكان سيقولون لك أنه قبر الصبية أو قبر الفتاة، ولكن ما هي قصة هذا القبر؟ ولماذا يوجد القبر في هذا المكان بأعلى قمة الجبل؟ ومن هي الفتاة المدفونة في هذا القبر؟ بالفعل إنها لواحدة من أكثر الحكايات الغامضة والمثيرة للدهشة. دعونا نتعرف عن الحكاية الشعبية التي يرويها الأهالي حول قبر الصبية الموجود في قمة جبل ولاية زغوان، ومن ثم سنرى الحقيقة وراء هذا المكان. أولا قبل البداية في الحكاية وعن مكان قبر الصبية، دعونا نتعرف عن مكان القبر، أي أين يتواجد في الجبل. بمجرد الصعود لجبل زغوان من جهة منطقة الدير وبالقرب من شجرة تدعى شجرة الذرو، عند الوقوف بالقرب من هذه الشجرة والنظر إلى أعلى الجبل على بعد مسافة 400 متر تقريبا، سيلاحظ الجميع وجود قبر في القمة. ولكن القبر يتواجد في مكان صعب ووعر جدا، لا يمكن لأي كان الصعود لمكان القبر بسهولة، بل أن القبر في قمة صخرية وعرة. ومن هنا يأتي السؤال المحير، من الذي قام بإنشاء ذلك القبر؟ وكيف يمكن دفن فتاة في ذلك المكان الوعر؟ وهذا السؤال المحير الذي يدور ببال الجميع نجد له جوابا في الحكاية الشعبية التي يرويها الأهالي القاطنين بالقرب من مكان القبر. والآن دعونا نتعرف عن قصة هذا القبر المتواجد في قمة جبل زغوان وفقا لما يرويه الأهالي. الرواية والحكاية الشعبية التي يرويها الأهالي المتواجدين بالقرب من المكان يقولون بأن هذا القبر يعود لفتاة أو صبية بلغتنا العامية. هذه الفتاة كانت تعيش بالقرب من جبل زغوان، وكانت الفتاة يوميا تذهب لرعي أغنام أهالي القرية بالقرب من الجبل. كانت يوميا على هذا الحال، ولكن في يوم من الأيام وبينما كانت الفتاة تقوم برعي الأغنام في الجبل، لاحظت وجود طائرين كبيرين يحلقان فوقها وفوق قطيع الأغنام، وكان يبدو على الطائرين الجوع الشديد. وبعد ذلك نزل الطائرين بالقرب من الفتاة، وعرفت الفتاة بأن الطائران يرغبان في تناول الطعام وكانا جائعين كثيرا. وهنا الفتاة ودون أي تردد ومن تلقاء نفسها قدمت للطائرين خروف ليأكلاه، وبالفعل الطائرين أكلا الخروف ومن ثم طارا بعيدا. والفتاة خوفا من الأهالي أخفت عليهم الأمر، أي أن الفتاة لم تخبر الأهالي أنها قدمت للطائرين الخروف، ولحسن حظها لم ينتبه الأهالي لفقدان الخروف. ولكن الأمر بدأ يتكرر، فبعد مرور بضعة أيام ولما كانت الفتاة ترعى الأغنام عاد الطائرين من جديد، والفتاة قدمت لهم خروفا ليأكلاه. وبدأت تتكرر الحكاية في الأيام الموالية، يعني تقريبا بعد كل بضعة أيام يأتي الطائرين من جديد والفتاة تقدم لهم خروفا ليأكلاه. ولكن مع مرور الأيام انتبه الأهالي لنقصان عدد الخرفان، أي أنهم لاحظوا أن عدد الخرفان بدأ ينقص. وهنا قرر الأهالي إرسال رجل يراقب الفتاة من بعيد. وفي ذلك اليوم لما كان أحد متساكني القرية يراقب الفتاة من بعيد، ومع منتصف النهار جاء الطائرين كالعادة
والفتاة قدمت لهم خروفا ليأكلاه. وأما عن الرجل الذي كان يراقب الفتاة من بعيد، ما أن شاهد ما قامت بفعله الفتاة حتى انقض عليها غاضبا وقام بضربها ضربا مبرحا. وفي الأثناء كانت الفتاة تبكي وتحاول أن تتفادى ضربات ذلك الرجل، ولكن فجأة تدعثرت الفتاة المسكينة وسقطت على الأرض من ارتفاع عال، وسرعان ما سالت تحتها بركة من الدماء. ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بالجراح التي أصيبت بها، وفارقت الفتاة المسكينة الحياة. وأما عن الرجل فقد أسرع هاربا وعاد للقرية، ولكن وفي تلك اللحظة وفقا للحكاية التي يرويها الأهالي، جاء الطائرين وحملا الفتاة وطارا بها عاليا في السماء. وقام الطائران بوضع جثة الفتاة في قمة الجبل وحفرا لها ما يشبه القبر. هذه هي الرواية أو الأسطورة التي يرويها جميع متساكني منطقة الدير، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه هناك حكاية شعبية أخرى في الواقع هي أقل شهرة من الحكاية الأولى، وهي تتحدث أيضا عن قبر الصبية في قمة جبل زغوان. تقول الحكاية الثانية أنه كانت هناك فتاة تجمعها علاقة حب مع أحد الشباب بالقرية، ولكن ظروف الفتاة والشاب كانت صعبة ولم يتمكنا من الزواج، وكانت الفتاة والشاب كل مرة يلتقيان بالقرب من الجبل دون أن يعرف بذلك أحد. ولكن في يوم من الأيام انتبه أحد متساكني القرية للقاءات الفتاة والشاب، فقرر إخبار أهل الفتاة. وفي ذلك الوقت كان هذا الفعل يعتبر شنيع، وأهل الفتاة كانوا قد قرروا قتل الفتاة لأنهم يعتبرون ما قامت بفعله يعتبر فضيحة كبرى. يعني إذا تأكدوا من صحة علاقة الفتاة بالشاب كانوا سيقومون بقتلها. وأيضا أهل القرية اتهموا الفتاة في شرفها وقالوا أنها فتاة ليست طاهرة وأنها ليست عفيفة. وبعد انتشار كل هذه الأخبار قرر أحد أقارب الفتاة أن يراقبها من بعيد. وفي يوم من الأيام لما التقت الفتاة بالشاب بالقرب من الجبل، وفي الأثناء كما قلنا كان قريب الفتاة يراقبها من بعيد، وبعد أن شاهد الفتاة مع الشاب سرعان ما انقض عليها غاضبا وقام بضربها ضربا مبرحا. والفتاة بينما كانت تحاول أن تتفادى الضربات تدعثرت وسقطت من فوق ارتفاع عال، وفارقت الفتاة المسكينة الحياة. وتقول الحكاية الشعبية أن طائرين جاءا من السماء وحملا جثة الفتاة وطارا بها إلى أعلى قمة الجبل وقاما بدفنها في ذلك المكان الوعر والذي لا يمكن لأي كان أن يصل إليه بسهولة، وذلك إكراما للفتاة واعتبارا لكونها طعنت في شرفها وعفتها، بينما في الواقع الفتاة كانت طاهرة وعفيفة. ولكن كما قلت لكم تبقى الحكاية الأولى التي رويتها لكم هي الأكثر شهرة، وهي التي يرويها أغلب الأهالي المتواجدين بالقرب من جبل زغوان. عموما هذه هي حكاية قبر الفتاة الموجود في قمة أعلى جبل زغوان. فعلا إنها لواحدة من أكثر الحكايات الشعبية الغامضة، كثيرون يصدقون هذه الحكاية ويقولون بأنها حقيقية، وفي المقابل هناك من يعتبر أن هذه الحكاية هي أسطورة شعبية. عموما بغض النظر عن مدى صحة الحكاية الشعبية التي يرويها الأهالي عن سبب وجود قبر الصبية في أعلى قمة جبل زغوان، إلا أنه يبقى من أكثر الأماكن المحيرة التي تحيط بها هالة كبيرة من الغموض، ويعتبر من أشهر الأماكن في ولاية زغوان وفي البلاد التونسية بصفة عامة. وإلى هذا اليوم ما زال الكثيرون يذهبون لزيارة هذا المكان ويسألون الأهالي المتواجدين بالقرب من قبر الصبية عن سبب وجود قبر الفتاة في أعلى قمة الجبل. وأغلب الأهالي يروي الحكاية الشعبية التي رويتها لكم. أتمنى من الذين يعرفون معلومات أو حكايات عن قبر الصبية في جبل زغوان أن يحدثون بما يعرفوه من خلال التفاعل والتعليق أسفل الفيديو. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.